السلام على المؤمنين ونعمة الله على الكافرين. لبس الكعب العالي للمرأة لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه يعرض المرأة للسقوط. أتريد لزوجتك أن تسقط؟ أتريد لأمك أن تسقط؟ أتريد لأختك أن تسقط؟ أتريد لبنات المسلمين وأمهاتهم أن يسقطان؟ فلتسقط الكفرة. والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار، بمثل قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. كما أن الكعب العالي يظهر قائمة المرأة ومؤخرتها. أتريد لأختك أن تظهر مؤخرتها؟ أتريد لأمك أن تظهر مؤخرتها؟